قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن مستقبل البلاد يمر عبر مؤسساته. وأضاف سلامة في حوار صحفي أنه لا يمكن أن تحل كل مشاكل ليبيا في القريب العاجل، ولكن ذلك يتطلب جيلا بأكمله. وأشار المبعوث الأممي إلى أن ليبيا ليست جاهزة لأي انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية بسبب عدم توفر شروط التقنية والسياسية والأمنية لإجرائها.